راح نروح لفقرة الملعب زمان ونعيش أجواء أيضا جميلة ومختلفة. اليوم الزملاء اختاروا لنا بمناسبة طبعا قرب كأس الخليج أحد هدافي كأس الخليج وهو الكابتن القدير ماجد عبد الله. جمعوا أهدافه في كأس الخليج 17 هدف سجله هذا النجم في 5 دورات لكأس الخليج، جمعوها لنا في فقرة الملعب زمان. ولا قوسين ثلاثة توصل الفريق السعودي رقم 9 اللاعب الجديد النازل قضام النصيب قضام النصيب العارض ابراهيم سمايل ابراهيم سمايل عبد الله ويعطي على طول ماجد عبد الله مرة ثانية ترجع الكرة ناحية ابراهيم حسين كابتن الفريق يلعبها لماجد ل 11 قدام الجول ايضا 11 هو الجول راح يحطها بالجول توصل بعد الجول ماجد جول الجول الثاني الجول الثاني ماجد ايضا حديثه مره ثانيه في عيسى عبد الله في عيسى خليفه ثلاثه عيسى عبد الله واربعه توصل مره ثانيه لماجد هو حارس المرمى صلحها توصل لماجد حطها بالجول جول جول ماجد عبد الله حط الجول الرابع جول توصل ناحيه المنتخب السعودي ماجد يلعبها ويعدي من عنبر وعدى هو الجول راح حطها بالجول جول جول الجول الخامس الجول الخامس اللعب الكرة توصل ناحية ماجد هو الجول ماجد هو الجول راح يحطها بالجول راح الجول راح الجول جول جول مو معقولة خلاص ماجد هو الهدف مبارك بلنتي ضربة جزاء وعمان والثالثة يعطى ماجد عبد الله ولا لا يعطى ولا لا يعطى بالجول جول جول الله جول جول ماجد عبد الله جول توصل يوسف شريده على طول اخطف الفريق السعودي توصل فهد مسابيح يلعب انا عند ماجد عبد الله تم جول عمره ما بيجي جول 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 الفريق السعودي تبعد لاعب الفريق القطري 10 خطوات لعب عرض ماجد عبد الله خطره الله خطره من ماجد عبد الله يسجل هدف التعادل لاعب خطر الحقيقه قلت لكم خلال الشوط الاول ان لاعب ماجد عبد الله لاعب الدورة الثامنة يسجون الآن الكويت فازت 5 مرات خطرة جول الله جول جول المنتخب السعودي 3-1 3-1 من ماجد عبد الله يحسم ضربة الجزاء بهدف لصالح المنتخب السعودي وبيحطها جول 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 لصالح المنتخب السعودي في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأولاني مرة ثانية ناحية اليمين وخطرة وجول الله ماجد عبد الله ماجد عبد الله بيسجل الهدف الثالث للمنتخب السعودي في الدقيقة 43 في الدقيقة 43 من زمن الشوط الثاني بالتأكيد هناك نجوم لا يتكررون ماجد عبد الله 17 هدف فقط في 5 دورات لكأس الخليج إن شاء الله الأيام القادمة أيضا كل أسبوع نقدم مادة خاصة بكأس الخليج كل ما قوت أكثر حمد أترك لك التعليق والله يا أبد يعني أثرت شجون
وذكريات جميلة صراحة. بداية وانطلاقة العصر الذهبي للكرة السعودية بدأ من المجموعة هذه النجوم، وعلى رأسهم طبعا الكابتن الكبير ماجد عبد الله. أنا أعتقد الناس سطروا أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخ الكرة السعودية من خلال أدائهم في الملعب بشكل كبير جدا. إن شاء الله بإذن الله نشوف جيل قادم. مباراتنا مع الأرجنتين الأخيرة بينت عدد كبير من الشباب الصغار طيب. في السن اللي عندهم القدرة إن شاء الله بإذن الله يخدموا على مدى سنوات. إن خليني شاء الله أسألك مباشرة حمد، معليش قادمة واعدة إن شاء الله. أسألك مباشرة بعد كذا 10-15 سنة طيب. الله يعطينا ويعطيك طولة العمر، هل ممكن نلقى أرشيف مثل هذا في من النجوم الحاليين ولا صعب؟ النجوم نتكلم على الصغار ولا على الموجودين الآن؟ نتكلم إنه حنا ممكن بعدين عندهم مسميات نجوم، يعني نيجي نتكلم نقول والله شيء يستحق أن يكون من ضمن الأرشيف اللي نفتخر فيه ونقدمه نجوم، يعني بعد 15 سنة بكون أنا أكيد في هالمكان وأنت لا يعني خلاص تكون كبير ما حتطلع، بس حنقدم نقول والله خلينا نشوف قبل 10 سنوات أحد النجوم اللي اعتزلوا وقدموا يعني عطاءات مميزة، نقدر في هالنوعية من النجوم ولا خلاص صعب تتكرر؟ لا في عادل في 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 بكل أمانة، يعني أنت اليوم لما تجي تتكلم على محمد نور مثلا، أنا أعتقد أنه لاعب حقق أرقام وإنجازات وأهداف خرافية فيه حتى بعضها بشكل كبير وجميل جدا. نعم. أنت لما تجي تتكلم على سامي الجابر، سامي برضو من اللاعبين اللي قدم تاريخ جيد، وإن كان يمكن سامي ما هو من الناس اللي بيلعبون من الجيل السابق، نتكلم عن الجيل الحالي، خل ربما محمد نور ربما هو يكون آخر الجيل العمالقة كان صح الاسم. يعني أنا أتفق معاك، يمكن في لا لو تجي حتى على مستوى المدافعين، يعني في بعض المدافعين قدموا أشياء جيدة وقدموا مستويات جيدة وقدموا إنجازات حتى لو ما كانوا هدافين. صحيح البحث البعض يبحث عن الهدافين، لكن في بعض المدافعين قدموا أسماءهم بشكل جيد، يعني أسامة هوساوي، أسامة المولد، يعني عندهم تاريخ جيد سواء مع ناديهم أو حتى مع المنتخب من خلال مشاركاتهم. إن كان المنتخب ما حقق إنجازات لكن برضو، لكن إن شاء الله نتمنى الأفضل، لأنه عندنا أنا أعتقد قاعدة من الممكن أن هي تحقق الفارق إن شاء الله الفترة القادمة. أبو إبراهيم بشكل كده الكلام مو عاجبك؟ كلامي مش كلام حمد طبعا. لا، قضية الطريحت كان اللقطة عن ماجد والأهداف لماجد صحيح، ومفروض نتحدث عن ماجد إيه؟ فجو لعيبة آخرين، وهذه إحدى إشكالاتنا أنه أنه نعتقد أنه المكان لا يتسع، المبدعين أنه لازم مبدع واحد والبقية لا، في مبدعين، لهذا لن أذهب معكم. لا أتكلم عن أي، لن أذهب، سأتحدث عن هذا ماجد. اللاعب حقيقة طب. أنا في اعتقادي يبدو أنه في تاريخه الشخصي، طبعا لست أسير الماضي لا يعني أنه هذا في المستقبل لن نشاهد نجوم أيضا، لكن هذا اللاعب أنا أنغلق على هذا اللاعب حقيقة، هذا اللاعب يبدو أنه كان كابوس لكل الحراس اللي مروا في حياته، لأنه حقيقة لم أرى في حياتي أنا شخصيا، أتكلم عني أنا وليس عن العالم كله، لم أرى في حياتي شخص لديه قدرة وبسهولة، يمكن أقول أسهل من شرب الموية، بأنه يراوغ الحارس ويسجل هدف. هذه لديه موهبة أنا حقيقة لا أعرف ما الذي يفعله، تجد في النهاية الحارس في الأرض والكرة في الباب، لدرجة أني أعتقد أنه لو أنا حارس ربما أعاقب المدافعين وأقول لهم لا ينفرد فيني لأنه محسوم الأمر. حقيقة منح ألقاب كثيرة، الغزال الأسمر بليه العاب، وأنا أعتقد وربما كتبت مرة عنه أنه كل هذه الألقاب لا تعني شيء، ممكن نقول أنه ماجد هو صانع الألقاب يكفي. نعم، لا هو صانع الألقاب، يعني كل الألقاب. أنا ليش ما سألت عن ماجد أبو إبراهيم في البداية؟ لأنه يعني ما أظن أنه ما في كلام ما قيل عن ماجد، فلذلك أنا خرجت بنقطة أخرى، وأظن أنه ما شاهدناه هو صورة يعني تكفي لذلك. رجل من 10 سنوات أتمنى أن يتكرر المبدعين وأن لا ننغلق وأن لا يأسرنا الماضي حتى في الرياضة، لأنه يكفينا أسر. متى نرجع للماضي؟ الماضي متى نرجع له أنت برأيك؟ إذا كان الحاضر غير جيد والمستقبل مجهول. لا الماضي علينا أن نتعامل مع الماضي أنها مرحلة ذهبت،
نأخذ إيجابياتها ونكشف أخطائها ونتجاوزها لنتقدم. طيب. أما إذا أصبحنا أسر الماضي يعني كل واحد حيجي جديد لن تستطيع أن تصبح مثل سامي ماجد فأنت تعيق التقدم تماما. عموما يقال أنه متى يعود الإنسان للماضي؟ إذا كان الحاضر غير جيد والمستقبل مجهول. هو التاجر عادة يقول حنا نرجع في النهاية هو المثل للماضي. المثل هو يقول لك التاجر المفلس يعود لأوراقه القديمة يشوف يمكن زلف أحد يمكن يمكن إحنا ما إحنا يعني يمكن نكون رياضيا ربما في هذا المستوى إن شاء الله حتى غير رياضيا حقيقة نحن ماضويين لدرجة إني أنا أذكر واحد مراهق عمره 15 سنة فيقول فين أيام زمان؟ قلت تعال أنت وش أيام زمان؟ وش عندك أنت؟ لسه ما عشت يا ابني لكنه هو تأثير المجتمع إنه واحد عمره 15 سنة يقول فين أيام زمان؟ وش أيام زمان؟ طيب المستقبل كله أمامك هذا بسبب تأثير المجتمع على الفرد طيب. وربطه في الماضي إنه الماضي أجمل فتخيل إنه الطفل مراهق يقول فين أيام زمان؟ وهو لم يحيا هذا يعني إنه سيتوقف تبغى تقول شيء أبو حنين لا بس يمكن ما ادري اذا كان صالح يقصدك انت ايوه على المستقبل أيوة لانه الماضي أيوة صراحه الجميل هذا طيب انا طيب يمكن انت ما عشته بشكل كبير جدا ونتمنى لك ان شاء الله تشوف المستقبل شيء اجمل ان شاء الله طيب انا طيب اقول هذه جاي في اخر الحلقه عشان ما عندي وقت ارد انا اتفهم حقيقه اتفهم الكبار في السن اتفهم وربما لما نوصل كلنا للستينات ربما يصبح الماضي جميل بالنسبة لنا لسبب بسيط طيب. لأن القادم المجهول الموت مخيف لنا فبالتالي نرجع طيب عموما وصلنا إلى نهاية الحلقة أشكر ضيفي الكريمين الأستاذ صالح الطريقي الكاتب شكرا لك أبو إبراهيم شرفتنا شكرا أيضا لحمد الصنيع ومردودة لك أبو حنين لسه يعني جاي الايام جايه ان شاء الله وحاوريك وانت دايم كذا تعرف اللي في الاخير كل ما يجي يمشي يقول الكلام ما عندي وقت طيب شكرا لك ابو حنين اول حاجه كنت سعيد صراحه اليوم بوجود كابتن صالح الطريقي وان شاء الله باذن الله انه يكون قدمنا حاجه ونتمنى ان شاء الله انه في الحلقه القادمه برضو ما حيمديك يا عادل يعني طيب شكرا لكما شكرا لفريق الاعداد رئيس التحرير عبد الله الحرازي ومدير التحرير عايض القحطاني محمد ثواب سعيد العمري برجس القحطاني عبد الرحمن الشنيبر عبد العزيز الحقباني وسهل الغانمي مخرجنا اليوم فيصل الخمعلي غدا نلقاكم في حلقه جديده الى اللقاء